قدمت هذا الاقتراح إلى الأخ السيد رئيس مجلس الوزراء في تكريم المتميزين في الجهاز الحكومي، والحمد لله سمعت اليوم أن هذا الموضوع كان موضوع اهتمام هذه الحكومة. ومن قبل سنة شكلت لجنة لمتابعة المتميزين في الأداء الحكومي. يجب أن يكرم الموظف الناجح، الموظف النزيه، الموظف المبدع، ولا يتساوى ما بين المبدع وما بين الخامل، وما بين النزيه وما بين غيره، وما بين الحريص وما بين غيره. لا يتساوى، ينبغي أن لا يتساوى في الدنيا وفي الآخرة وأمام الناس وأمام القانون. ينبغي أن يميز حتى يكون قدوة للآخرين. فطلبت من الأخ رئيس الوزراء أن في يوم عيد الغدير الذي إحدى إشاراته وإشعاعاته هو تكريم المتميز أمير المؤمنين سلام الله عليه في جهاده وتربيته، هو المميز فكرمه الله. هذا التكريم نريد أن يكون أيضا. والحمد لله في يوم الخميس الماضي جرى تكريم 50 موظف مبدعين في الوزارات المختلفة. يتزامن معنا أيضا اليوم في جامعة بغداد هناك تكريم أيضا للمتميزين، ونحن اليوم أيضا سيكون هناك نوع من التكريم للمتميزين.